تندفع جياد وأفراس الإنتاج في شوطها السابع ختام الحفل 13 متنافسة على هدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات سيارة فورد فوكس موديل 2016 17 جواد في هذا الشوط تنافس قوي بمشيئة الله تعالى. تمر الخيل من أمام المنصة الرئيسية باتك بن أثنيك تكت يبدأ الانطلاقة مع غرقد وكذلك لهلا ثلاث جياد على الصدارة على المركز الأول من خلفهم يأتي الزبير وكذلك قزاز وعلى ما يبدو زين الوصايف يحاول التقدم وأشاهد الاستحثاثات من عبد الله العوفي لغلاهم في المركز السادس المرشح المستحب ينتظر في الخلف والانطلاق الآن مع لهلاه في الصدارة والمركز الأول حبيبة روان تستلم الصدارة والمركز الأول ابنة أظم مع إدغار يانغويز لهلاه في المركز الثاني وكذلك المركز الثالث لغلاهم وشاهد الزبير في المركز الرابع يحاول التقدم ولا زال التحادي ما بين لهلاه وكذلك من الخارج وأشاهد من الداخل حبيبة روان بجوار السياجة تحاول التقدم وكذلك أشاهد الاستحثاثات الآن من يوسف الحصين للمستحب للتقدم في المركز الرابع والخامس على ما يبدو المستحب يتقدم الآن لهلاه يذهب للمركز الأول حبيبة روان تتراجع فيما الدخول لغلاهم وكذلك المستحب قادم في المركز الثالث أشاهده يحاول التقدم مع نجم الغريف وكذلك ابن الليزر قزاز يحاول التقدم الآن لهلاه ابن يخلد مع خالد الشرا للمركز الأول هل يذهب بالشوط ويحسم الشوط مع 400 متر الأخيرة غلاهم تحاول وكذلك المحاولات من عفر والخط المستقيم لهلاه يبدأ وعفر الآن قادم من الخارج والدخول من ابن التسق المستحب يأتي ولهلاه تحاذي على الصدار عفر يذهب للمركز الأول المحاولات من المستحب وكذلك قزاز قادم للمركز الأول ابن الليزر يحسم هذا الشوط ويذهب للمركز الأول المستحب للمركز الثاني عثر للمركز الثالث